رحمة الله وبركاته متابعيني الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن نادي الزمالك، وهنتكلم فيها عن تعادل نادي الزمالك قصدي هزيمة نادي الزمالك المذلة من سموحة النهاردة، هزيمة مع الرأفة وفضايح الحكم محمود البنا المستمرة والمجاملة المستمرة إلى نادي الزمالك. أهلا بكم، معاكم أحمد محمد من كورة وبس. لكن في البداية صديقي ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب، فاللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. في بداية الحلقة كده عايز أتوجه بالشكر للكابتن أحمد سامي مدرب نادي سموحة على الأداء الرائع والتكتيك الخطير اللي لعب به النهاردة أمام نادي سموحة. الحقيقة ماتشات أحمد سامي كلها أمام نادي الزمالك كانت مباريات هزيمة وهزيمة بسكور، يعني نادي سموحة أو مباريات أحمد سامي أو الفرق اللي أحمد سامي كان بيدربها عامة كانت أي مباريات أمام نادي الزمالك كانت بتخرج فرق سكور، كانت بتخرج فرق سكور لنادي الزمالك. الحقيقة النهاردة أنا أرفع القبعة إن الكابتن أحمد سامي النهاردة لعب بشفافية ولعب بشكل جميل جدا 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 أمام نادي الزمالك، ولكن يعني نادي الزمالك النهاردة يعني أداء سيء، تشكيل سيء، تكتيك سيء. الحقيقة اللي يتحمل النتيجة دي جوميز، لأن جوميز أنا أول مرة في حياتي أشوف فريق بيلعب باتنين صناع لعب مع بعض، وبعد كده نزل بتالت، يعني لعب بأحمد حمدي ولعب بعبد الله السعيد ولعب اسمه التالت ده اللي هو ناصر ماهر، ثلاثة صناع لعب في مباراة كارثة، ثلاثة صناع لعب في مباراة واحدة تبقى كارثة، الحقيقة كارثة. لكن نادي سموحة النهاردة قدر الحمد لله ان هو يلعب على نقاط ضعف نادي الزمالك، تمام. وعايز اتكلم كمان حاجة واحدة، ان البنا قتل ضميره واعلن وفاته. ازاي؟ ان البنا بيلعب بطريقة غريبة مع نادي الزمالك ومجاملات رهيبة، عايزكم تلحقوا الزمالك اتمرمط من سموحة، الحقوا خطوطه كلها مفتوحة، زمالك الحكام خردة وحطام. يعني ايه؟ يعني نادي الزمالك من غير حكامه مش موجود. اللي حصل في المباراة اللي فاتت والكابتن محمد عادل حسب ركلة جزاء من وحي الخيال لنادي الزمالك في المباراة اللي فاتت اللي انتصر فيها نادي الزمالك، النهاردة البنا ما قدرش يعمله مع انه عمله، ولكن الفار هو اللي لغى ركلة الجزاء. البنا حسب ركلة جزاء لأحمد حمدي والفار لغاها، يعني الفار عنده ضمير، الحقيقة ان الفار عنده ضمير لكن البنا عديم الضمير. حكام نادي الزمالك النهاردة ما كانتش موجودة، وكمان كلف الطين مبلة، طرد حسام حسن، لكن البنا اعلن وفاته النهاردة، طرد لحسام حسن في اخر المباراة، تمام، وركلة جزاء غير صحيحة تتحسب لنادي الزمالك ويتم الغائها من قبل الفار. دي حاجة لازم كل الناس تعرف ان البنا النهاردة كان كارثة، لازم كل الناس تعرف ان البنا النهاردة كان كارثة، كان مصيبة، كان مبلة، ظلم سموحة وكان بيلعب بطريقة غريبة جدا وكان بيحكم بطريقة غريبة جدا لنادي الزمالك. الحقيقة سموحة ليه ركلة جزاء صحيحة اللي هي بتاعت حسام حسن، ركلة جزاء صحيحة مفيش فيها أي نقاش، مفيش فيها أي نقاش، ركلة جزاء لا يختلف عليها اتنين خالص.
خالص. الحكام يظلموا الأهلي ويفيدوا الزمالك، يجوا على الأهلي ويظبطوها للزمالك، لحد إمتى؟ الحقيقة يعني أنا بسأل نفسي سؤال، يعني إحنا لحد إمتى هنفضل بالمنطق ده؟ ولحد إمتى هيفضل التحكيم المصري سيء؟ لحد إمتى هيتم مجاملة نادي الزمالك؟ ما إحنا عايزين نفهم يا جماعة، إحنا عايزين نفهم، ومن حقنا اللي إحنا نفهم، من حقنا اللي إحنا نعرف لحد إمتى التحكيم هيبقى بالطريقة دي في مصر؟ يعني لحد إمتى نادي الزمالك ما يكسبش غير بتحكيمه وما يكسبش غير بحكامه؟ لحد إمتى؟ إحنا عايزين نعرف ليه التحكيم ما يبقاش عادل؟ ليه دايماً عايز تكسب فريق بالعافية؟ معرفش يجيب جون أحسب له ركلة جزاء، ليه؟ ما في حاجة اسمه عدل، اسمه عدل. خليك عادل، خليك واقعي، خليك كويس، عشان لما يبقى في مباراة قمة أهلي وزمالك ونقول الحكم محمود البنا هو اللي يحكم لأنه حكم عادل ولا يعرف أهلي ولا زمالك، يبقى عندنا عين إن إحنا نتكلم، ويبقى عندنا عين إن إحنا نقول. الحكام عايزة تصلح تشكيل خاطئ، تكتيك مباراة خاطئ من جوميز، حاجة غريبة، بتلعب بطريقة غريبة. يعني أنت عندك زيزو بره، ما قعد زيزو ليه؟ يعني أنت عندك أحمد سيد زيزو بره، ما قعدوا ليه؟ عندك أحمد حمد بره، ما قعدوا ليه؟ وفي الآخر ما أنتش عارف تكسب، فإيه اللي يكسبني؟ التحكيم، التحكيم هو اللي يكسبني. هو ده نادي الزمالك يا جماعة، هو ده نادي الزمالك، وهو ده التحكيم المصري، وهو ده محمود البنا، وهو ده أمين عمر، وهو ده عاشور، وهو ده محمد عادل، وهو وهو وهو. لو قعدنا نعد لكم من هنا لبكرة مش هنخلص. لكن بجد الكابتن أحمد سامي بنرفع له القبعة، عمل مباراة جميلة، عمل مباراة كبيرة، قدر يقفل كل منافذ اللعب على نادي الزمالك، قدر يقفل كل حاجة على نادي الزمالك، قدر النهاردة إن هو يلعب على قد إمكانياته. أحمد سامي النهاردة بجد مدرب محترم، مدرب كويس، ما فوتش المباراة زي المباريات اللي فاتت، هو ما فوتش المباراة زي المباريات اللي فاتت، فلازم نرفع لأحمد سامي القبعة الحقيقة، لأن أحمد سامي النهاردة عمل مباراة عمره. أحمد سامي عمل مباراة عمره. نادي الزمالك أصبح موقفه صعب جدا في المربع الذهبي علشان يشارك، علشان يشارك في دوري أبطال إفريقيا. لو تم حسم بطولة الدوري أو تم حسم الفرق اللي هي هتشارك في دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية من الدور الأول، نادي الزمالك مش هيشارك. للأسف كانت مباراة سموحة بالنسبة لنادي الزمالك، هي عنق الزجاجة، هي عنق زجاجة، كان لازم نادي الزمالك يعني يلعب بكل قوته، كان لازم يكسب نادي سموحة النهاردة علشان يدي لنفسه أولوية إن هو يدخل في المربع الذهبي، تمام. وأيضا النادي الأهلي موقفه صعب جدا عشان أيضا يشارك في البطولات الإفريقية، لازم النادي الأهلي يكسب كل مؤجلاته، كل مؤجلاته لازم يكسبها، لا مفر، لا مفر، لازم يكسب كل مؤجلاته. عامة مليون مليون مبروك لفريق سموحة، وهارد لك لفريق نادي الزمالك، وحظ يعني حظ سموحة النهاردة كان جامد قوي، من كورة واحدة قدروا إن هم يحسموا المباراة لصالحهم. بشكرك يا صديقي إن أنت كملت معايا الحلقة للنهاية، يعني كل اللي أنا طالبه من حضرتك لايك للفيديو علشان نوصل الحلقة دي لكل الناس. بشكرك إنك كملت معايا الحلقة للنهاية، استنونا إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.